واللي علمني كيف اتعصم. احلى طبخ طبخ امي، واحلى مجبوس جربته في حياتي مجبوس ابوي. الحين مره في جلسة الصيف ابوي ودانا الامارات كلها، رحنا عمان ورحنا ابو ظبي وشفنا راس الخيمه. كانت اول مره ازور راس الخيمه وهي احلى مكان عندي. انت ريال البيت، هالجمله عالقه في راسي. اخوي ما شافه بس انا بخبره. نفديك بالارواح يا وطن،